وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ولكن قبل الختام خليني أوريكم الصورة اللي أبدع فيها الرسام يزن برسمها فقط من الفراولة كده. جميل جدا، حلو إن الفنان أو الرسام يشوف الإبداع في كل مكان، ومن أي شيء من أشياء بسيطة ممكن إنه يبدع ويصنع لوحات ويصنع قصص جميلة وتكون موجودة. يعني دائما الإبداع موجود في كل مكان، ومو مشكلة إنه الواحد يكون ما عنده إمكانيات، لكن ممكن إنه يخلق بعض الأفكار الجديدة حتى يكون متميز ويكون غير عن أحد تاني ويكون لي بصمته الخاصة أيضا. شكرا يزن رزق على هذه الصورة الجميلة اللي بالفعل راح أحتفظ فيها عندي.